سامعكم. قبل فترة نزل تحديث بلاك بيري 10.2، في الفيديو بوريكم شلون تحدثون بلاك بيري. أول شيء ندخل على settings، بعدين ننزل تحت ألين حصل software update. قبل تضغط update تأكد أن تحديث 10.2، بعدها أضغط على update. مزايا التحديث هاي كثيرة، لكن أهمها تطبيق الهاب، تحسين الصوت في مكالمات الفيديو، ميزة الرد على أي رسالة أو إيميل في أي تطبيق. راح أسوي فيديو قريب حق شرح لكل مميزات هاي التحديث، فلا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك على المقطع، وانتظروا جديد. سلام.